بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الاستفادة من الآيات من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إلى قوله تعالى: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فيؤخذ من هذه الآيات إضافة إلى ما سبق أن قتل النفس بغير حق من أعظم الظلم، من أعظم الظلم للناس في دمائهم، لأن الظلم يتنوع، ومنه ظلم الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا هل بلغت. والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن، وكذلك نفس الكافر المعاهد الذي له عهد عند المسلمين، فإن دمه معصوم ونفسه محرمة. ولهذا قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فنفس المعاهد محترمة مثل نفس المؤمن في منع الاعتداء عليها وفي ما يجب في قتلها خطأ. والتعمد أشد، إذا كان هذا في الخطأ الذي لا يقصد فكيف بالعمد والعياذ بالله. يؤخذ من هذه الآيات خطر النفس الأمارة بالسوء، تطوعت له نفسه قتل أخيه، فالنفس الأمارة بالسوء تحمل صاحبها على الشرك بالله والكفر بالله، تحمل صاحبها على تعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، تحمل صاحبها على كل شر، لأنها أمارة أي كثيرة الأمر بالسوء أي بالشر. فعلى المسلم أن يخاف من شر نفسه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفوس وسيئات الأعمال، فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يؤخذ من هذه الآيات أن القتل بغير حق يوجب الخسران في الدنيا والآخرة، فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر والعياذ بالله خسارة عظيمة. وإن كان ليس معنى ذلك أنه يكفر الكفر المخرج من الملة، ولكنه الكفر الأصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا أقتل بعضكم بعضا.
المراد الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، ولكنه وإن كان كفرا أصغر فإن خطره عظيم. يؤخذ من هذه الآيات مشروعية دفن الميت، فالميت الآدمي وإن كان كافرا لا يجوز تركه على وجه الأرض، لأن الله جل وعلا جعل له حرمة، الآدمي له حرمة، لجنازته وجثته لها حرمة وإن كان كافرا. والله من على هذا الإنسان فقال ثم أماته فأقبره، فدفن الميت سواء كان مسلما أو كافرا أمر واجب. ولهذا لما مات أبو طالب وكان على دين الكفار ولم يقبل الإسلام، لما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عليا رضي الله عنه، قال اذهب فواره، فدل على أن جثة الآدمي تحترم وإن كان كافرا. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولهذا لما قتل قابيل وأخاه هابيل حار في ماذا يصنع بجثته ولم يلقها ويتركها، وإنما صار يحملها إلى أن بين الله له ماذا يصنع بها، فدل على مشروعية دفن الميت. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله قد أعطى الطيور إدراكا تتعامل به فيما بينها، أعطى هذه الطيور وأعطى غيرها من المخلوقات إدراكا تعرف به مصالحها وتعرف به دفع الخطر عنها، فهذا الغراب حفر لأخيه الغراب ودفنه، ومما أكسب ابن آدم معرفة بكيف يصنع بالميت. والله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويؤخذ من هذه الآيات أن الاقتداء بفعل الخير، يؤخذ من هذه الآيات مشروعية الاقتداء بفعل الخير من الغير ولو كان حقيرا. فابن آدم أخذ دفن الميت من الغراب ولم يحتقره، وسليمان عليه السلام أخذ قول الهدهد لما أخبره عن سبأ، أخذ بذلك وأعد له عدته. فالحق يقبل والخير يقبل من الغير ولو كان هذا الغير حقيرا أو صغيرا. ويؤخذ من هذه الآيات قصور علم الإنسان، فهذا الآدمي لم يعلم ماذا يصنع بجثة أخيه حتى رأى هذا الغراب ماذا يصنع بجثة الغراب، ففيه أن هذا الإنسان قاصر وأنه بحاجة إلى التعلم وأخذ الخبرة من الغير. كذلك يؤخذ من هذه الآيات أننا نستفيد من أعمال الآخرين مما هو مفيد ونافع لنا، لأن الأصل تبادل المنافع ودفع المضار، هذا هو الأصل. فنحن نأخذ النافع من الغير ولو كان كافرا ولو كان حيوانا ولو كان
كل ما فيه نفع لنا فإننا نستفيد منه. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية الاعتراف بالقصور والندم على ذلك. ولهذا تندم ابن آدم وتحسر وقال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي. الإنسان يعترف بخطئه وقصوره ونقصه ولا يغتر بنفسه أو بخبرته ويترك ما عند الآخرين من الأعمال النافعة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.